لو سمحتي ممكن اشرب شوية مي من الجرة لأنه عطشان؟ شفتي؟ أنا عطيته المنوم، هون أحسن مكان لإله. تركيا بصراحة هاي المي مو خرج الشرب بالمرة، نحنا ما غيرناها صار لنا زمان. بوجا كيف بتتركي يشرب منها؟ هاي المي قديمة مو خرج انك تشرب منها. لحظة استنى، برأيي هاي احسن لك. انا عبيتها لبين ما نظف الجرة بكرة الصبح. شكرا كتير لك يا ابني. انت دورت بالخزانة؟ لا سيدي، فتشها. ايه فتشها. شو عم تستنى؟ طبعا فتشها. حاضر سيدي. عفوا هاي خزانة الفندق، ما فيها شي، انتو هيك عم تضيعوا وقتكم. ايه ومع كل هاد شوف شغلك وفتشها بعد هيك. سيدي ما في شيء. كمال أنا بعتذر على إزعاجك. بوجا أنا آسف. شكراً لتعاونكم معنا. بصراحة أنتوا ناس طيبين، والطيبين ما بينضروا بالمرة. رح تلاقي ميت والولد أكيد. خليك قوي. خلونا نروح. طلعوا يلا مشي. يلا تفضلوا. يلا تعالوا. أنا رح ألبس وجاي وراكم. إيه ماشي. شكرا لكم. سكري الباب وراهم.